اول حاجه هنرسم مستطيل واقف بالشكل ده، بعدين هنرسم مثلث فوق المستطيل بالشكل ده، بعدين هنرسم الشباك بتاع الصاروخ على شكل دائره بالشكل ده. دلوقتي هقسم المستطيل كده نصين بخط مستقيم بالشكل ده. دلوقتي هرسم مثلثين على الجنبين بتوع الصاروخ، مثلث هنا كده ومثلث في الناحيه الثانيه بالشكل ده. دلوقتي هرسم النار بتاعه الصاروخ على شكل مثلثات صغيره تحت، هرسم مثلث كده ومثلث كمان جنبه بالشكل ده. دلوقتي هنلون الصاروخ، انا حبيت الونه باللون الفوشيا، هنلونه كده، ومن هنا برده هلونه باللون الفوشيا كده، وحبيت الون المثلث اللي فوق ده باللون الازرق، وحبيت الون الشباك باللون الرمادي، والمثلثات اللي على الجنبين دول حبيت الونهم باللون الفوشيا ده، والنار بتاعه الصاروخ لونتها باللون البرتقالي. وكده نكون رسمنا الصاروخ بالاشكال الهندسيه ولوناه. لو عجبكم الفيديو شاركوه مع اصحابكم واعملوا سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو. اول حاجه هنرسم نص دائره كبير بالشكل ده، وهنرسم جنبه راسها على شكل نص دائره تاني صغير بالشكل ده. دلوقتي هنرسم رجليها على شكل مربع، هنحط مربع هنا ورا وهنحط مربع قدام عشان رجليها لقدام. دلوقتي هنرسم رجليها الثانيه، هنرسم مستطيل صغير جنب رجليها لورا بالشكل ده، وهنرسم كمان مستطيل صغير جنب رجليها لقدام عشان كده يبقى عندها اربع رجول. دلوقتي هنرسم جسمها، هنرسم اشكال بيضاويه في جسمها بالشكل ده، وهنحطه في مثلا هنا في حته في اليمين، وممكن نحط واحد كمان في النص هنا، وهنحط في حتت مختلفه يعني مثلا في الشمال هنا وتحت كمان بالشكل ده، وهنا كمان، ونحط واحد تحت هنا كمان بالشكل ده. دلوقتي هنرسم عينيها على شكل دائره بالشكل ده، وهنحط دائره لونها اسود جوه عينيها. تمام، دلوقتي نقدر نلونها، انا حبيت الونها باللون الاخضر الغامق، وهلون برده راسها باللون الاخضر الغامق، وكمان رجليها، والاشكال البيضاويه انا لونتها باللون الاخضر الفاتح. وبكده نكون رسمنا السلحفاه بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا. ولو عجبكم الفيديو من فضلكم اعملوا سبسكرايب وشاركوا مع اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. اول حاجه هنرسم دائره بالشكل ده، بعدين هنرسم جسمها على شكل بيضاوي بالشكل ده، بعدين هنرسم جناحها على شكل معين بالشكل ده. دلوقتي هرسم بقها على شكل مثلث بالشكل ده، وبعدين هرسم عينيها على شكل دائره صغيره كده هنا، وهحط دائره لونها اسود جوه عينيها بالشكل ده. دلوقتي هرسم رجليها على شكل خط مستقيم بالشكل ده، ورجليها الثانيه بشكل خط مستقيم كده. هرسم دلوقتي شكل رباعي على سن رجليها، وهرسم نفس الشكل الرباعي في رجليها الثانيه بالشكل ده. دلوقتي هبتدي الونها، انا حبيت الونها باللون الاصفر بالشكل ده. هلون الاول راسها، وبعدين جسمها، والجناح كمان بتاعها، وبقها لونته باللون البرتقالي، ورجليها كمان لونتها باللون البرتقالي بالشكل ده. وبكده نكون رسمنا البطه بالاشكال الهندسيه بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا. ولو عجبكم الفيديو من فضلكم اعملوا سبسكرايب ولايك وشاركوا مع اصحابكم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نرسم فراشه بالاشكال الهندسيه. اول حاجه هنرسم دائره تحت كده، وهنرسم فوقها كمان دائره بالشكل ده، وهنرسم فوقها كمان دائره بالشكل ده، وهنرسم فوقهم دائره اكبر منهم شويه صغيرين عشان دي راسها بالشكل ده. تاني حاجه هنرسم جناح على شكل مثلث بالشكل ده، وهنرسم تحته جناح مثلثي اصغر شويه بالشكل ده. بعد كده هنرسم على الناحيه الشمال نفس الشكل بالظبط، مثلث كبير وتحته مثلث صغير بالشكل ده. دلوقتي هنرسم عينيها على شكل دائره بالشكل ده، هنرسم عينيها الثانيه على شكل دائره، وهنحط جوه عينيها دائره لونها اسود بالشكل ده، والعين الثانيه. تمام، دلوقتي هنرسم بقها على شكل خط منحنى بالشكل ده. دلوقتي هنحط فوق راسها خط منحنى بالشكل ده، وكمان خط منحنى بالشكل ده. هنرسم فوق كل خط منحنى دائره لونها اسود، والخط الثاني هنرسم دائره لونها اسود بالشكل ده. دلوقتي هنلونها، انا حبيت الونها باللون الوردي. هنلون الاول الدوائر الصغيره دي باللون الوردي، والدائره الثانيه دي كمان. انتوا ممكن تلونوها اي الوان، الفراشات ليها الوان كتير. انا لونت وشها باللون افتح شويه، وجناحاتها لونتها باللون البنفسجي. لونت كل المثلثات باللون البنفسجي بالشكل ده. اتمنى تكون عجبتكم. كده نكون رسمنا الفراشه ولونناها. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وشاركوه مع اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. اول حاجه هنرسم نص دائره بالشكل ده، بعدين هنرسم خط مستقيم طالع من اليمين بالشكل ده، وخط مستقيم طالع من الشمال بالشكل ده. دلوقتي هنرسم نص دائره طالعه من الخط المستقيم الاولاني بالشكل ده، وكمان نص دائره طالعه منه بالشكل ده. هنرسم نفس المنظر ده الناحيه الثانيه، نص دائره برده طالعه من الخط المستقيم كده، ونص دائره كمان، ونبقى كده رسمنا ايديها. تمام، دلوقتي هنرسم عينيها، هنرسم خط مستقيم صغير في النص، وهنرسم خط مستقيم ثاني جنبه. دلوقتي هنرسم دائره طالعه من كل خط مستقيم. تمام، هنرسم كمان دائره طالعه من خط مستقيم الثاني. دلوقتي هنحط دائره لونها اسود اللي هي عشان عينين الكابوريا، هنحطها جوه الدائره دي. ايوه كمان دائره. تمام، دلوقتي هنرسم رجليها عباره عن خطوط مستقيمه طالعه كده من تحت. تمام، ثلاثه هنا وثلاثه هنا الناحيه الثانيه. ده واحد اثنين ثلاثه. دلوقتي هنكمل رجليها، هنعمل برده خطوط مستقيمه طالعه من الخطوط المستقيمه دي بالشكل ده كده. تمام، والناحيه الثانيه نفس الكلام. بعد كده هنلونها، انا حبيت الونها كلها باللون الاحمر، فهجيب كل نصاص الدوائر دي هنلونها باللون الاحمر كده. وبكده نكون رسمنا ولوننا الكابوريا والسلطعون بالاشكال الهندسيه. ودي طريقه سهله جدا وبسيطه جدا. ولو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا سبسكرايب وتشاركوه مع اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. مستطيل واقف بالشكل ده،
وهرسم جنبه مستطيل نايم بالشكل ده. دلوقتي هرسم مثلث جنب المستطيل اللي نايم بالشكل ده. ودلوقتي هرسم مستطيل صغير اللي هو المدخنه بتاعه القطر بالشكل ده. هرسم فوق المثلث على اساس ان هو الدخان بتاع القطر بالشكل ده. دلوقتي هرسم مستطيل صغير فوق المستطيل الاولاني خالص بالشكل ده. وهرسم الشباك بتاع القطر على شكل مربع بالشكل ده. دلوقتي هرسم العجل بتاع القطر على شكل نص دائره. هرسم نص دائره هنا، وهرسم كمان عجلتين صغيرين جنبه على شكل نص دائره قدام هنا كده، وهرسم كمان عجله هنا. دلوقتي هبتدي الونه، انا حبيت الونه باللون الازرق. هلون المستطيلات الكبيره دي باللون الازرق بالشكل ده، وهلون المستطيل التاني ده باللون الازرق برضه. هلون المثلث باللون الاحمر الكبير بالشكل ده. وبعدين هلون المستطيلات الصغيره باللون الاخضر بالشكل ده. المستطيل ده كمان باللون الاخضر. بعدين هلون المثلث اللي هو الدخان بتاع القطر باللون الرمادي، وحبيت كمان هلون الشباك والعجل باللون الرمادي بالشكل ده، والعجل كمان بالشكل ده. وبكده نكون رسمنا ولونا القطر بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا. ولو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا كاك 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 سمك 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 جبن 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 حوت 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 جوز الهند جوز الهند جوز الهند هاتف 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 تلفاز 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 عنب 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 توت 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 كوب 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 زيتون 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 بيضة 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 هدية 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 شمعة 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 ريشة 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 فراشة 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 شاي 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 غزالة 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 بطيخ 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 قطة 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 واحد 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 اثنان 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 ثلاثة 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 أربعة 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 خمسة 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 ستة 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 سبعة 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 ثمانية 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 تسعة 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 عشرة 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 واحد 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 اثنان 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 ثلاثة 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 أربعة 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 خمسة 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 ستة 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 سبعة 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 ثمانية 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 تسعة 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 عشرة 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 ألف 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 ب ب ب ب ت ت ت ت ف ف ف ف جيم 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 ح ح ح ح خ خ خ خ د د د د ذ ذ ذ ذ ر ر ر ر ز ز ز ز سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظ ظ ظ ظ عين 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 غين 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 ف ف ف ف قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 ها 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 واو 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 يا 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 ألف 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 ب ب ب ت ت ت ت ف ف ف ف ج ج ج ج ح ح ح ح خ خ خ خ د د د د ذ ذ ذ ذ ر ر ر ر ز ز ز ز س شي 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظا
أسد 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 دراجة 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 زرافة 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 حافلة 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 أرنب 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 سفينة فضاء سفينة فضاء سفينة فضاء نحلة 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 صاروخ 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 ذبابة 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 طائرة 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 بقرة 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 سيارة إطفاء سيارة إطفاء سيارة إطفاء فراشة 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 سيارة إسعاف سيارة إسعاف سيارة إسعاف زهرة 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 شجرة 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 سمكة 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 قرد 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 حصان 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 أحمر 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 أصفر 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 أخضر 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 وردي 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 بنفسجي 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 برتقالي 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 أزرق 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 رمادي 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 أبيض 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 بني 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 أسود 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 أحمر 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 أصفر 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 أخضر 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 وردي 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 بنفسجي 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 برتقالي 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 أزرق 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 رمادي 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 أبيض 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 بني 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 أسود 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 سلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض الكلمة وجمعها. سمكة سمكة واحدة أسماك أسماك كثيرة قلم قلم واحد أقلام أقلام كثيرة شجرة شجرة واحدة أشجار أشجار كثيرة سيارة سيارة واحدة سيارات سيارات كثيرة سلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض الكلمة وعكسها. كبير فيل كبير صغير نملة صغيرة طويل زرافة طويلة قصير قرد قصير سريع فهد سريع ب
بطيء، سلحفاة بطيئة. واقف، ولد واقف. جالس، ولد جالس. مفتوح، صندوق مفتوح. مغلق، صندوق مغلق. سعيد، وجه سعيد. حزين، وجه حزين. سلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض الكلمة وعكسها. ساخن، قهوة ساخنة. بارد، عصير بارد. نائم، قط نائم. مستيقظ، قط مستيقظ. فارغ، صحن فارغ. ممتلئ، صحن ممتلئ. أعلى، كرة أعلى الطاولة. أسفل، كرة أسفل الطاولة. طاولة. بعيد، عربة بعيدة. قريب، عربة قريبة.